تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مروان جابر خليل، تيم الليدر بتاعي. فكرة البروجكت بتاعنا عن مصنع التيشيرتات، مصنع التيشيرتات قطن، هنصنع التيشيرتات قطن يعني. هعرض دلوقتي الحاجات اللي مطلوبة مني. أول حاجة أنا عملتها، عملت ساين أب على الموقع، بعد كده عملت اليوزر، عملت له أساين الرول. تاني نقطة دخلت عملت الأيتم، عندنا 3 أيتم. اول حاجه الرو ماتيريال اللي هو كوتون، هنخش في البرودكشن بروسيس بتاعت الوايت تيشيرت بالكوتون. تاني حاجه اللي هي الفينيش جود اللي هيتم تصنيعه. تالت حاجه التيشيرت بريستر، ده التريدد جود اللي هنبيعه للكاستمر ويزاوت نوتيفيكيشن. بعد كده هخش على التيشيرت كوتون عشان هنجيب البيل اوف ماتيريال عشان اعرف الكومبوننت. تمام، دخلت على البيل اوف ماتيريال، هعمل رو هنا عشان بس اعملها قد كده. بنحتاج وحدتين كوتون عشان نعمل التيشيرت، في تمن الواحدة هتبقى 100، فهيبقى مجموعهم 200. يعني بالنسبة للتيشيرت ككل هيكون 200 جنيه تكلفته من حيث الماتيريال. وكده طلب مني إن أعمل كاستمر هو يشري، هو ده اللي هيعمل السيلز أوردر. وكده طلب مني أعمل سبلاير، عندنا 2 سبلاير. أول سبلاير بتاع الماتيريال بتاع الكوتون، سبلاير اللي هو سبلاير 1، تاني سبلاير بتاع التريدد جود اللي هي البريستر، سبلاير 2. بعد كده هتخش تسليم، تعمل السيلز اوردر، وتفضل لي التسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا تسنيم اسلام، كان عليا خطوه اعمل سيلز اوردر. هندخل على الموديول بتاع السيلينج، نختار سيلز اوردر، نعمل اد سيلز اوردر، نختار اسم الكاستمر اللي هنتعامل معاه، ونحدد الدليفري تايم، ونختار السورس بتاع الوير هاوس عشان هي هتبقى ورك ان بروجريس. نحط كود الايتم اللي هو تي شيرت كوتون، هيبقى الكوانتيتي، ونحدد السعر اللي هو 360 محددينه قبل كده، كان سيف الاوردر. تمام، وهيكمل بعديه علي. تمام، انا علي عصام، ومطلوب مني اعمل البرودكشن بلان في موديول المانيفاكتشرنج. اختار اد برودكشن بلان، سيلكت ايتمز فروم سيلز اوردر، اد رو، اختار اخر سيلز اوردر تسليم عملته، في الجيت ايتمز تو مانيفاكتشر اختار الرقم 2 اللي هو وايت تي شيرتس كوتون، البلاند كوانتيتي عايزين 100، في الماتيريال ريكوست بلاننج فوق في البيل اوف ماتيريال كنا قايلين ان الوحده الواحده من التيشيرت القطن محتاج 2 من الرو ماتيريال. تمام، فاختار هنا اد رو، الايتم كود اللي هو القطن الرو ماتيريال رقم 1، الوير هاوس اختاره work in process، ال required quantity تبقى 200 عشان احنا قلنا ان كل واحدة من التيشيرت بتحتاج 2 من الرو ماتيريال. وادوس سيف وسبميت. يس، تمام كده غادي هتعمل الورك اوردر بعدي. تمام، اتفضلي يا غادي. انا غادي صالح عطيه، مطلوب مني اعمل الورك اوردر والاوبريشن. هدخل دلوقتي اعمل الورك اوردر اللي متعلقه بالبرودكشن بلان اللي متعلقين بالطلبيه اللي جات لنا. فتحت البرودكشن بلان اللي علي لسه عاملها، اختار اللي هي اخر واحده دي اللي لسه معموله، افتحها، وبعدين هدخل على الورك اوردر وهعمل اد ورك اوردر. بس هنا بيقول لنا في الورك اوردر ايتم تو مانيفاكتشر، فاحنا عايزين ننتج اللي هو الكوتون تي شيرت اللي هو الكود بتاعه 2، فهنقول 2. ايوه، اللي هو وايت تي شيرت كوتون، وهو هيملى بقيه الداتا لوحدها. وبعدين هنا الكوانتيتي مطلوب مننا 100، الاوردر اللي جالنا 100.
وبعدين هنا هننقل الاوردر من فين لفين، هننقله من الورك ان بروجرس، هننقله من الورك ان بروجرس التارجت وير هاوس، هنوديه للفينيشد جود. وبعدين هنا بيقول لي الريكوايرد ايتمز، فاحنا محتاجين عشان نصنع التيشيرتات القطن محتاجين قطن اللي هو الكود بتاع 1، وكل تيشيرت بيحتاج قطعتين قطن، فهو عملها اوتوماتيك ان هو الريكوايرد كوانتيتي 200 علشان احنا كنا لسه عاملينها في البرودكشن بلان. فبس كده خلاص كده الورك اوردر بتاعي خلص، هعمل له سيف وبعدين هعمل له سبميت وهقول يس، وبعدين هطلع كده فوق هلاقي ان الداشبورد لسه زيرو ايتم بروديوسد، وفي ان احنا ندوس ستارت، بس مش هندوس ستارت غير لما نعمل الورك اوبريشن، الورك ستيشن والاوبريشن. علي هيكمل بعد. تمام يا غادي، انا علي عصام تاني. المفروض دلوقتي اعمل الورك ستيشن. الشير سكرين ظهرت تمام. ظهرت. تمام، ارجع لمدول المانيفاكتشرين واختار منه الورك ستيشن، اعمل هنا اد ورك ستيشن، اديت ان فول بيج، ورك ستيشن نيم خليها ورك ستيشن 4، وهنا ابدا املى الكوستس المتعلقه بالورك ستيشن ديت. في الالكتريسيتي كوستس خليها 500، الكونسيومبل كوستس خليها زيها 500، الرنت كوست 1000، الويدجز 1000. كده تمام، الورك ستيشن اتعملت، اعمل سيف. دلوقتي المفروض غادي تعمل الاوبريشن بلان. اتفضل يا غادي. السكرين زهرة بتحمل. تمام 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 انا غادي صالح عطيه تاني، هكمل الاوبريشن، هدخل على الاوبريشن وهعمل اد اوبريشن، وهختار لها يعني اسمها اقول اوبريشن 4، وهعمل سيف، وبعدين هدخل على اوبريشن 4 اللي احنا لسه عاملينها. هو بس مطلوب مننا ان احنا نقول دي متعلقه باني ورك ستيشن، فهتبقى متعلقه بورك ستيشن 4 اللي علي لسه عاملها اللي هي دي ورك ستيشن 4. بعدين هنا المفروض اكتب لها ديسكريبشن عشان احنا بيكون عندنا اوبريشنز كتير، فبقول اوبريشن 4 ريليتد to work station 4، وبعدين بعمل سيف وبس. وبعد كده ريهام بتكمل بعد. تمام، ثانية اعمل شير للسكرين. تمام. ظهرت. تمام، انا ريهام علاء. دلوقتي هندخل على المانيفاكتورينج، نختار منها الورك اوردر، هلاقيه عندي هنا نوتس started، هدخل عليها هعمل start، ال quantity عندي 100، هعمل create، بعد كده هعمل لها save، هعمل submit yes. تمام، بعد كده هرجع تاني هدخل على ال stock، بعد كده stock entry، هعمل add stock entry. تمام، هاجي هنا عند ال work order اختارها، كده بيقول لي ان ال work in progress هنا هيتحول لل finished goods، هعمل save، بعد كده هعمل submit yes. كده بعد كده المفروض ان هي هتتحول لي للمانيفاكتورينج، هروح اعمل لها كومبليت، هرجع تاني للمانيفاكتورينج، هدخل على الورك اوردر، هلاقيها عندي هنا ان بروسيس، هدخل عليها عشان احنا مش محددين التايم ولا الديت، هعمل لها فينيش، الكوانتيتي عندي 100، هعمل كرييت،
كده هنا هيحول لي الماتيريال كلها الفينيشد جودز، هعمل لها سيف، بعد كده هعمل سبميت. يس كده هي عندي اتحولت لكمبليت. تمام، بعد كده جوين هتكمل ورايا. تمام، ثانية واحدة هشير السكرين. طيب تمام، أنا روان طارق، هكمل بعد ريهام الجزء بتاع الدليفري والبيك ليست. تمام، هندخل على السيتنج، السيلينج سوري، بعد كده هنختار السيلز اوردر. تمام، هنشوف آخر حاجة عندنا ريهام تو دليفر. تمام، وبعد كده هنكريت البيك ليست. تمام، كل حاجة موجودة هنا، هنسيف سبميت كونفيرم يس. تمام، وبعد كده هندليفري نوت. تمام، هنسيب سبميت كونفيرم يس. تمام، كده خلصت. هتكمل بعد الخطوة فاطمة. أنا فاطمة محمد وهشتغل جزء الـ invoice دلوقتي. هدخل على selling، بعدين sales order، هعمل clear filter، بعدين هدخل على customer. طيب create سيلز انفويس. الديت خليه 12/6 كده، اعمل له سيف. سبميت يس. بعدين هعمل البيمنت، كرييت برضو بيمنت، المود بتاع البيمنت هخليه كاش، واعمل له سيف. تمام كده سبميتد، والجزء اللي بعدي هتكمله مايور. أنا مايور محمد عني، هعمل جزء request for quotation suppliers. فأنا هاجي هنا عند الباين، بعد كده هعمل request for quotation، create a new request for quotation، بعدين عندي الديت تاريخ النهاردة، عندي سبلاير هنا، اختار سبلاير، بعد كده اقول سيف. سوري، او عندي هنا الايكون كود فوتون. الكوانتيتي هنا احنا عايزين 200، بعد كده سيف سبميت يس. وبعدين هكريت سبلاير كوتيشن، كريت
مفروض ان احنا نستلمها من السبلاير يوم 8. تمام وريت 100. هنا عندي التاكس. التايب اون نيت توتال جي اس تي. تمام هقول سيف. سبميت. يس. بعد كده هعمل ريكويست فور كوتيشن سبلاير تاني. كرييت ا نيو ريكويست فور كوتيشن. السبلاير هنا ام ان ار سبلاير الايتم كوتون برضو quantity 200. Save. Submit. بعدين هتريد supplier quotation. الديل برضو يوم 8/6. هنا ممكن نخليها 105. GST. سبميت. بعدين هاجي اعمل فيو للسبلاير كوتيشنز. دول تو سبلايرز انا لسه عاملهم دلوقتي. فسبلاير هو الارخص وعمار بعد بقى هيعمل الـ purchase order. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عمار وائل دلوقتي كريت الـ purchase order. ثانية خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عمار وائل. أنا دلوقتي هعمل الـ purchase order من السبلاير اللي احنا أخدنا منه قبل سعر اللي هو 100. أنا جاي داخل دلوقتي السبلاير quotation. اخترنا السبلاير. هو التريب بتاعه 100 ده فعلا اقل واحد. هنقوم جايين دلوقتي عاملين كرييت البرشيز اوردر. كريت البرشيز اوردر عايزين بحد اقصى يكون عندنا الاوردر دوت يوم 8. تمام. هنقوم جايين عاملين سيف. يس. كده هم جاي طالعين بره. هنعمل بقى البرشيز اوردر نفسه. هنعمل نيو برشيز اوردر. نختار من السبلاير اللي احنا قلنا السبلاير الارخص ولا سبلاير بس.
قلنا ال required عايزين بتاعنا لحد أقصى يجيلنا يوم 8، ده ال serious بتاعنا. تمام، دلوقتي هنختار ال currency وال EGB، هنختار ال target warehouse هتبقى ال working process، لأن القطن من الحاجات اللي جاية لنا ديت المفروض احنا لسه هندخلها في حاجة تانية. تمام، ال item code بتاعنا هيبقى إن احنا عايزين نشتري ال up، فهتبقى 1، هو error quantity 100 هي 1000، error quantity عايزين نشتري 1000 حاجة، السعر بتاعها 100 اللي هو أقل سعر وصلنا له، والديدلاين بتاعنا احنا قلنا المفروض تجيلنا الحاجات دي بحد أقصى يوم 8/6. تمام، هننزل دلوقتي نحط التاكسز. نيجي التاكس بتاعت الـ ERP، فاحنا دلوقتي المفروض تحت التوتال الحاجات اللي احنا عايزينها اهيت، بس جينا عاملين سيف سبميت. يس، انا كده تمام خلصت ال خلصت الخطوة بتاعتي. تمام، انا هخش دلوقتي بعد مروان جاب، هخش بعد عمار، ابن عمار الحين. أنا مروان كبير، هعمل الخطوة بتاعت البيلينج الأخيرة، هخش على برشيد أوردر، كده أعمل كرييت، كرييت ريسيت، وانزل عند أكسس ورانس، أكيد ده ورك إن بروجريس، كده أعمل سيف. سبميت. لو عايز ممكن اطبعها ممكن اطبعها. دلوقتي هخش اعمل الانفويس، ادوس برشيت انفويس، اتاكد ان السعر 100، وادي السيف. كده اعمل سبميت. بعد كده ارجع تاني اعمل كرييت البيمنت. اتاكد برضو ان السعر 100 100، ادو سيف. تاريخ التسليم اللي هو هيكون 12/6، عملت ريفرنس نمبر اي رقم عادي، هكتب ادي السير سبميت، كده ادوس ليدجر. باين قدامي كل بقى الدفع بس كده. شكرا.